السلام عليكم طلابي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. Our lesson today is about decimal number. Today in this video we are going to learn how to compare two decimal numbers and how to add two decimal numbers. يعني اليوم حنتعلم مع بعض شغلتين، كيف نقارن two decimal number وكيف نعمل addition جمع لاثنين decimal number. Before خلينا مع بعض نراجع what is decimal number. شو هو decimal number؟ هلا احنا بنعرف انه decimal number في عندي decimal point، في عندي two parts. The part to the left side هو the whole part، وعندي the part هون to the right side اللي هو the decimal part. طبعا عندي هون بال whole part عندي the ones digits، عندي the tens digits، عندي the hundreds digits، وعندنا هون بال decimal part عندي the tens، عندي the hundreds، عندي thousands، عندي ten thousands، etc. خلينا نبلش مع بعض how to compare two decimal number. أول شيء يا ميس إحنا لازم نعرف كيف نعمل comparing. أول شيء بدي حط إيدي على الديسيمال بارت، أعتبره مش موجود، بدي قارن الهول بارت. يعني أول شيء begin by comparing the whole part، قارن الهول بارت. بلاحظ إنه هون يا ميس عندي 2 وهون في عندي 5، so 5 is greater than 2. طبعا comparing by using the sign greater than, less than or equal. أوكي هاي أول example. تاني example عندي اياه كمان يمس نفس الشيء. اول شيء بتجاهل الديسيمال بارت وبقارن، بعمل كومبيرنج للهول بارت. مس بهاي الجهه عندي 34 وهون عندنا 7، so 34 is greater than 7. طيب بلاحظ بالاكزامبل نمبر 3 اني انا اذا عملت غطيت الديسيمال بارت حلاقي انه في عندي بالهول بارت هون 5 هون 5، so they are equal same. شو بعمل بهاي يا مس بهاي الحالة؟ بشيل ايدي عن الديسيمال بارت وببلش قارن الديسيمال بارت ديجيت ديجيت. بس قبل ما قارن الديسيمال بارت ديجيت ديجيت بدي اتاكد انه يكون ان عندهم سيم ديجيت، يعني عندهم نفس الخانات بالديسيمال بارت. يعني انا هون الديسيمال بارت عندي اياه نفس عدد الخانات الموجود بالرقم الثاني الديسيمال بارت. اوكي سو 5 بتساوي 5، ما استفدت شيء. بدي انتقل لمين؟ للديسيمال بارت. بلاقي انا عندي هون 7 وهون في عندي 3، so 7 is greater than 3. Example number 4. We have 5.533 and 5.598. So أول شيء بقارن الهول بارت وغطي الديسيمال بارت، بلاقي إنه الهول بارت هني سيم، ما استفدت شيء يا مس. so أنا بشيل إيدي عن الديسيمال بارت، بدي قارن الديسيمال بارت ديجيت ديجيت. بس قبل ما قارن ديجيت ديجيت بدي أتأكد إنه هل هني عندهم نفس عدد الخانات بالديسيمال بارت؟ yes. عندي 533 هون، عندي هون 598، يعني عندي 10 100 thousands، عندي 10 100 thousands. so begin to compare، بلاقي انه ال 5 كمان سيم، ما استفدت شيء. so we move to the digits اللي حدها، يعني ننتقل للديجيتس اللي جنبها 3 9، so 9 is greater than 3. اوكي example number 5 عندي هون 3.9 وعندي 3.09. so كمان نفس الشيء يا ميس، بدي قارن انا اول شيء الهول بارت وحط ايدي على الديسيمال بارت. بلاحظ انه في عندي 3 3. اوكي سو انا ما استفدت هون بشيء، سو بدي انتقل لمين؟ للديسيمال بارت. قبل ما انتقل للديسيمال بارت بدي اتاكد ان انا عندي سيم ديجيتس، يعني عندي نفس الخانات بالديسيمال بارت. بلاحظ انه هون بس عندي 10، هون في عندي 10 و100. شو يا ميس بدي اعمل؟ لازم انا اعبي الامتي ديجيت زيرو، يعني انا هون لازم احط زيرو. هيك صار في عندي خانتين بالديسيمال بارت، هون صار في عندي 2 ديجيت بالديسيمال بارت. هلا بعاود اني شو اعمل؟ كومبيرينج. بلاقي انه هون في عندي 9 بالتنث، هون في عندي زيرو، so 9 is greater than 0. example number 6 في عندي 15.980 وعندي 15.98. طبعا كمان نفس الشيء، بدي غطي الديسيمال بارت، بلاقي انه هون في عندي 15 وهون في عندي 15 سيم، سو ما استفدنا شيء بالهول بارت. بشيل ايدي عن الهول، عن الديسيمال بارت، وبلش بدي قارن الديسيمال بارت. كيف بقارن الديسيمال بارت؟ بقارنه ديجيت ديجيت زي ما اتفقنا. بس قبل ما قارن لازم اتاكد انه يكون عندهم سيم، نفس الخانات. هون في عندي 10 100 thousands، هون في عندي 10 100، ما في عندي thousands. شو بدي اعمل؟ بدي احط زيرو
هون هيك صار في عندي نفس عدد الخانات بالديسيمال بارت. سو ببلش كومبيرنج، بلاحظ انه بالديسيمال بارت في عندي 9 عندي 8 عندي 0 0، سو they are equal. هلا بدنا ننتقل للفكره الثانيه تبعتنا لليوم، هاو تو اد تو ديسيمال نمبرز، يعني كيف فينا نجمع اثنين ديسيمال. نعم، اول شيء يا مس بدنا نكتب الرقم، يعني انا هون في عندي 5.43 بلس 271.9، بنحط ال5 وي رايت 5.43، يعني بنكتب الرقم الاول الموجود معي، حط بلس. اول شيء مس وي بليس ذا بوينت اندر ذا بوينت، يعني وي بدنا نحط البوينت تحت البوينت. هاي اول شغله بنعملها. ثاني ستيب لازم نعملها لاين اب ذا نمبرز وان اندر ذا انذر، يعني مس انا بدي احط التانث تحت التانث، 100 تحت ال100، 1000 تحت ال1000، ونفس الشيء بالهول بارت بحط الوانز تحت الوانز، التانث تحت التانث، وال100 تحت ال100. سو انا بلاحظ ان الوانز عندي 5، هون عندي الوانز هي 1، 7 عندنا 2 اوكي، وعندي هون بالديسيمال بارت عندي 4 هي تحت 9 اوكي، وببلش اعمل اديشن. بس قبل ما بلش اعمل اديشن في شغله لازم ننتبه لها، انه احنا في عندنا امتي بليسز، شو بدي اعمل فيهم هذول يا مس؟ لازم نحط 0، وي بوت 0 ان ذا امتي بليسز، وي بوت زيروز ان ذا امتي بليسز. طيب هلا حبلش اعمل اد، منين بدي بلش اعمل اديشن انا هلا؟ اوكي، وي بيجان تو ستارت اديشن او ادينج تو ديسيمال نمبرز فروم ذا رايت اوف ديسيمال بارت، فروم ذا رايت اوف ديسيمال بارت، يعني منين يا مس؟ من هون، فروم ذا رايت اوف ديسيمال بارت. سو بيجان يا 3 بلس 0 3 9 بلس 4 13 اوكي، وصلت لوين يا مس؟ عند الديسيمال بوينت. شو بدي اعمل فيها؟ وي دروب اوت ذا ديسيمال بوينت، يعني بنزل الديسيمال بوينت. يا نكفي اديشن 5 بلس 1 بلس 1 بيطلع عندي 7 بلس 0 7 2 بلس 0 بيطلع عندي 2، سو طلع عندي الجواب 277.33. يا نكفي على الاكزامبل الثاني، عندنا هون 70.793 plus 55.999. نحط أول number the first number زي ما اتفقنا. تاني step لازم نحط we place the point under the point. Okay. Line up the numbers one under the another، يعني أنا لازم نحط ترتيبهم صحيح، لازم نحط ال ones تحت ال ones وال tens تحت ال tens وال tens تحت ال tens. So عندي هون 5 زي ما احنا شايفين، عندي بعد البوينت عندي 9 بلس. بلاحظ هون اني ما في عندي empty places، so ما بحط zeros ولا بأي مكان، no empty places. began to add، we start to add from right of decimal part، يعني 3 مع 9 ببلش من هون، 9 بلس 3 بيطلع عندي 12، 9 بلس 1 بلس 8 بيطلع عندي 18، بيطلع عندي 9 بلس 1 بلس 7 17، وصلنا عندي الديسيمال بوينت، وي دروب اوت ذا ديسيمال بوينت، يعني زي ما اتفقنا بننزل الديسيمال بوينت وبنكفي اديشن. 5 بلس 1 بيطلع عندي 6، 7 بلس 5 بيطلع عندي 12، بيطلع عندي 126.782. Yeah. And example number 3، بلاحظ هون يا مس انه في عندي 2 numbers، اول number هو decimal number بس ثاني number هو natural number. كيف بدي اعمل addition هون؟ So لانه احنا عنوان الدرس زي ما شايفين احنا how to add 2 decimal number، 2 decimal number، هون عندي decimal number، هون في عندي natural number. كيف يا مس فيني خلي انا natural number هو decimal number؟ بنحط 0 على right، يعني we put 0 to the right of the ones ديجيت، يعني هون بعد ال5 بحط ديسيمال بوينت وبحط 0 قد ما بدي. اوكي، هيك انا بكون خليته ديسيمال نمبر. يلا نحط النمبرز تحت بعض، عندي 1.75 بلس اوكي، بحط البوينت اندر ذا بوينت، وبنحط الوانز تحت الوانز
وعندنا بنحطهم 0 0. في عندي empty places؟ yes. في عندي 2 empty places. So we put 0 in the empty places. يعني هون بنحط 0 وهون بنحط 0. هلا بنبلش نعمل we began to add decimal number. منين يا مس؟ زي ما اتفقنا عند الرايت اوف ذا decimal part. 5 plus 0 بيطلع عندي 5. 7 plus 0 بيطلع عندي 7. We drop out the decimal point. 5 plus 1 6. 0 plus 0 0. 0 plus 1 1. بيطلع عندي 106.75. اخر اكزامبل كمان معنا لليوم. عندي 49.5 plus 0.003. we put the place the point under the point decimal point. بنحط الوانز تحت الوانز تمام, وبنحط التنث 100,000. طبعا بنلاحظ هون انه في عندي empty places. we put zeros in the empty places. zero here and here, and we began to add from right of the decimal part. يلا 3 plus 0 عندي 3. 0 plus 0 0. 5 plus 0 5. we drop out the decimal point. 9 plus 0 9. 4 plus 0 4. so we have the answer عندي 49.503. thank you.